قفشه خلينا نبدا بمشي. اتفضل اتفضل. يعني من اكتر الحاجات اللي تخلينا مساندين او الناس تعرف ان احنا مساندين للتحكيم وكل المنظومه ككل. يعني انت عارف ان كابتن جمال الغندور هو رئيس لجنه الحكام، جاب كابتن محمد الحنفي قدام 100 حكم، 100 حكم، وقال له الكره دي مش بينالتي. انهي كوره؟ الكره بتاعت مجدي قفشه دي. كابتن جمال الغندور، معلش واحده تاني، واحده والله، واحده واحده. كابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام، عشان تعرف ان احنا اكبر ناس مسانده واكتر ناس مسانده للتحكيم. تمام. كابتن جمال الغندور هو رئيس لجنه الحكام. جاب كابتن محمد الحنفي اللي هو حكم اللقاء وعايز يقنعه قدام 100 حكم ان الكره دي مش بينالتي. معلش هتالي تاني بقى، معلش يا سيد، هنروح نشوفها تاني. معلش معلش ماشي. بتاعت قفشه، ماشي بتاعت قفشه، عشان بس نشوف، بس الناس تبقى بس واخده معانا الكلام. لا القريبه، اللقطه القريبه اهو. بص ايوه، هو هنا الكابتن جمال الغندور حضرتك بتقول ان هو كان بيحاول يقنع. اتفضل. ده محضر، دي مش دي بقى، يعني انا فاكر العكس. هقول لك هو ممكن يكون مستند ليه. كابتن جمال الغندور مستند ان اللي لعب الكوره لاعب اسوان. ما انا ممكن العب الكوره واضربك. يا راجل ده في القانون الجديد، في القانون الجديد لو واحد ضرب واحد من غير كوره بره خط المرمى او يعني معدي خط المرمى بتتحسب بينالتي. والكره اصلا مش موجوده، يعني الكره اصلا مش موجوده بتتحسب بينالتي. انا ليا ده تفسيرين. التفسير الاول، دي قناعات كابتن جمال الغندور وهو رئيس لجنه الحكام ان الكره دي مش بينالتي، ودي هتبقى مشكله كبيره قوي الحقيقه. يعني لو هو قناعاته ان دي مش بينالتي، دي كارثه بالنسبه لي. انت لو جبت ال 100 حكم كلهم تمام. ليها بعد تاني بقى، التفسير التاني ده، ان هيبقى في تخوف شديد جدا يا اسلام من احتساب اي ضربه جزاء للاهلي. ايوه، اذا كان انت بتقول على دي مش بينالتي، نفسك تخوي قدام 100 حكم. قدام 100 حكم بتقنع حكم اللقاء ان دي مش بينالتي قدام 100 حكم. ده في حاجات بتبقى اقل من كده مش هتتحاسب بقى. لو دي قناعات كابتن جمال الغندور، لو دي قناعات كابتن جمال الغندور، دي مشكله كبيره. انت كلمت كابتن جمال يعني سالته ولا ما؟ لا طبعا. ال 100 حكم، ال 100 حكم قاعدين مش مقتنعين، او الاكثر اقل من 100 بالظبط. انت بتتكلم يعني ان كان مجموعه كبيره يعني. طب ده الافظع من كده، ان هو جاب بيجيب بيتكلم على كره محمد عادل البينالتي بتاع المقصه، بيقول له برضه ان دي مش بينالتي. اما هو احنا يا اما متعلمين غلط، يا لعبنا غلط، يا شفنا حاجه غلط، يا الموضوع له ابعاد ثانيه. لو له ابعاد ثانيه مثلا ان مفيش حكم يحسب بينالتي للاهلي، هتبقى وده اشك فيها طبعا. يعني كابتن جمال غندور، كابتن جمال غندور ارقى من كده واعلى من كده يعني. طبعا تمام، شخصيه محترمه. طبعا. لكن يا راجل انت بصص لنا في البينالتي بتاعنا يا كابتن جمال. يعني يعني البينالتي عندنا دي مش بينالتي ازاي؟ يعني دي مش بينالتي ازاي يا جدعان؟ مش بينالتي ازاي؟ طبعا. فعشان تعرف بس ان احنا من اكتر الناس اللي بتساند الحكام وما بتقفش على الواحده زي ما بيقولوا يعني. تمام، يعني ما بتقفش على اوت ولا كورنر ولا الكلام الصغير ده. لكن لو احنا مش بنساند الحكام يا اسلام، نعمل مشكله كبيره قوي في حاجه زي كده. يعني نعمل مشكله كبيره. لان انت دلوقتي المفهوم عند الحكام ان دي لو دي مش بينالتي، طب انا هحسب ايه؟ يعني هحسب ايه اوضح من ديت؟ من كره مجدي قفشه طبعا. هي دي مش بينالتي ازاي؟ هات 20 حكم دلوقتي على التليفون، لو واحد فيهم قال ان مش بينالتي، لو واحد بس، انا ممكن ادفع يا عم 12 جنيه وربع. 12 جنيه وربع؟ ما ينفعش 12 جنيه ونص؟ طيب.